دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم حلقة اليوم بعنوان انكسار القلوب الحزينة. كانت قصة عجيبة تلك القصة التي اكتشفتها هيفاء بالصدفة، والتي جعلت حياتها غير مستقرة لدرجة لفتت الانتباه إليها وإلى تصرفاتها الغامضة. كان أول من لاحظ تغيرها وشرودها وحزنها الكبير أحيانا أخوها حسن الذي يكبرها بعامين، ولم يستطع أن يفهم السر في البداية حتى كان ذلك اليوم. تتجه صوب الشمال، تدخل في درب ضيقة وعرة، يجب ألا تغيب عن نظري اليوم. يا إلهي، تبدو شاردة حزينة، ولكن يا ترى ما سر هذا الشرود والحزن؟ إنها تلتفت وراءها لتتأكد أن لا أحد يتبعها. الحمد لله، اختبأت في الوقت المناسب. ها؟ يا إلهي، أين اختفت هيفاء؟ لابد أن أعثر على المكان الذي اختفت فيه. وظل حسن يدور ويفتش في منطقة كثيفة الشجر وعرة المسالك، حتى عثر على كهف صغير أخفته الشجيرات القصيرة عن الأنظار. ها؟
ترى ما هذا الصوت؟ يبدو صوت بكاء ينبعث من داخل الكهف. الصوت يزداد وضوحا. خففي عنك يا خالة، ليس ذنبك. بل إنه ذنبي، قسوت عليها كثيرا حتى وصلت إلى هذه المرحلة المخيفة. كانت صحتها جيدة بالأمس، ما الذي جرى لها؟ هل حصل لها مكروه؟ استيقظت في الليل وهي تبكي، رأت حلما مزعجا لم أستطع تهدئتها إلا بصعوبة، فعادت إلى النوم. تمددت إلى جوارها وغفوت، ثم صحوت على صوت صراخها. اعتقدت أن وحشا تسلل إلى الكهف فأشعلت النار. كانت يا كبدي عليها تتشنج وهي تتقلق، ثم هدأت فجأة. سكينة مرت بظروف صعبة. كان من تسببت لها بهذه التعاسة، لم أعرف أنه قاس إلى هذه الدرجة. ترى ما دخل هذه العجوز؟ ومن هي التي يدور الحديث عنها؟ آه ابنتي، ماذا أقول لك؟ لولاك لكانت هذه المسكينة ترقد تحت التراب. أحضرت لك بعض الطعام يا خالة، حينما تستيقظ هناء قدمي لها هذه الحلوى، إنها من النوع الذي تحبه. شكرا لك يا ابنتي. ليت هناء تستيقظ الآن. سأحاول أن أمر من هذه الناحية بعد الظهر لأطمئن على هنا. وفقك الله يا ابنتي. إنها تقترب مني خارجة من الكهف. حسنا، سأفاجئها بوجودي بعد قليل. هيفاء، ماذا تفعلين هنا؟ من؟ حسن، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ جئت خلفك لأرى سبب حزنك وشرودك. حزني وشرودي؟ ماذا تقصد؟ تغيرت كثيرا يا أختي في الأشهر الأخيرة. تخرجين كثيرا من البيت، وتتأخرين بعد المدرسة، وتقدمين أعذارا واهية لأمي تصدقها بسذاجة. أرجوك يا حسن، قولي لي أين كنت وماذا تفعلين في هذه الناحية. هل هو العشق؟ سامحك الله، ماذا تقول؟ إذن ماذا؟ تقول إنك كنت تلاحقني، ألم تعرف أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ حسن أرجوك، أنا لا أستطيع الاحتمال أكثر، يكفي سخرية، يكفي. أنا لا أسخر، اشرحي لي الموضوع، أين كنت وماذا تفعلين هنا، ولماذا الإصرار على الخروج من البيت يوميا؟ اسمع يا أخي، أنت شاب ناضج ويمكنك حفظ السر. سر؟ ماذا تقصدين؟ عدني أن تساعدني، سأبوح لك بكل شيء. شوقتني لهذا السر الغريب. حسنا، أعدك، ولكن يجب أن لا تفشي ما سأقوله لك لأي إنسان. قلت لك أعدك بذلك. تعال نتمشى من هذه الناحية في طريق العودة إلى البيت. هيا، الأشجار تحيط بنا في كل ناحية. ها؟ أنا مصغ إليك يا هيفاء. في العام الماضي في شهر تشرين الثاني كنت ذاهبة إلى المدرسة في الصباح، كان الجو مضطربا وقد بدأت تسقط ذخات من المطر. خفت أن أتبلل فأسرعت الخطى. نعم،
كان ذلك في النصف الثاني من تشرين الثاني، في نحو العشرين منه. أكملي. اصطدمت فجأة بفتاة تجري في الاتجاه المعاكس، كانت مذعورة مشوشة، اعتذرت مني باقتضاء وتابعت جريها المذعور. دهشت لما حدث، ولكن انهمار المطر عطل اهتمامي بالأسباب التي أدت لخوف الفتاة، خاصة وأن عجوزا كانت تحاول أن تركض في الاتجاه الذي ذهبت منه الفتاة محاولة اللحاق بها. ثم استوقفتني وهي هل رأيت ابنتي؟ هي ابنتك؟ تقصدين تلك الكائنة المذعورة التي كانت تجري والرعب يأخذ بأطواقها؟ في أي اتجاه كانت تركض؟ في هذا الاتجاه. ماذا فعلت حتى أصيبت بهذا الخوف؟ لا تعطليني عن اللحاق بها، قولي لي في أي اتجاه كانت تركض. لن تستطيع يا خالة اللحاق بها، يبدو عليك التعب. أرجوك يا ابنتي أن تلحقي بها وتحضريها، سأبقى في انتظارك هنا، فعلا أنا متعبة. سأفعل ذلك يا خالة، انتظري هنا. إنها هناك تحت تلك الشجرة كثيفة الأوراق. ما بك يا عزيزتي؟ لماذا تبكين؟ اتركيني أرجوك، ليتني أموت، ليتني أموت. ماذا تقولين؟ ليست الحياة على هذه الدرجة من الصعوبة، أنت فتاة صغيرة جميلة. لو تعرفين. اسمعي يا عزيزتي، سنذهب سوية إلى أمك، إنها خائفة ملهوفة عليك. لا لا لا، أريد أن أراها، لا أريد أن أراها. لماذا تقولين ذلك؟ إنها تحبك كثيرا وهي خائفة عليك. لا أستطيع أن أنظر إليها، تريد أن تتخلص مني. لم أرى يوما سعيدا في حياتي. ماذا فعلت يا إلهي حتى أستحق هذا العقاب؟ يزداد انهمار المطر يا عزيزتي، خففي عنك أرجوك، أعدك أن أبقى معك ولن أسمح لأحد بأذيتك. ماذا تقولين؟ وكيف لك أن تساعديني؟ أتعرفين أهلي؟ يا رب ساعدني. نعم نعم، سوف يستمعون إلي. لا تنظري إلى سني المقارب لسني، أستطيع أن أفرض رأيي بقوة. المطر يزداد انهماره، هيا بنا. ما هو اسمك؟ لم تقولي ما هو اسمك. اسمي هيفاء. وأنت؟ اسمي هناء. هيا يا هناء، سأساعدك، ثقي بي، هيا. هناء حبيبتي، لماذا خرجت هكذا؟ كدت أموت من الخوف. لماذا تريدين التخلص مني يا أمي؟ ماذا فعلت لك؟ لماذا تقولين هذا يا حبيبتي؟ أنا أريد أن أتخلص منك. كيف؟ أنت ابنتي قرة عيني. تعهدت هيفاء أن تحل لي المشكلة. نعم يا هناء، لن أتركك هكذا. أرجوك يا خالة، أرجوك سايريني قليلا، وضعها النفسي ليس على ما يرام. كما تريد هناء، لن أخالفها في شيء. هيا يا هناء،
تعالي معي، انتبهي لنفسك، المطر يهطل بغزارة شديدة. ذهبت مع العجوز وهناء إلى البيت القريب. لم أكن بعد قد فهمت مشكلة هناء، وحين عرضت هناء أمامي المشكلة وأمها صامتة تقف قربها، شعرت بالحزن العميق لمصير تلك الفتاة البائسة. ما هي تلك المشكلة يا هيفاء؟ يا إلهي، كان والد هناء سكيرا مدمنا، وقد جعله إدمانه عاطلاً عن العمل، لا يثبت في أي وظيفة. رهن منزله لرجل يقاربه في السن، وأتى الرجل يطالبه بالمبلغ الذي استدانه، وإلا رفع عليه دعوى مباشرة ليخلي فيها المنزل مع أهله. فهمت. لا، ليست العملية بهذه البساطة. ماذا تقصدين يا هيفاء؟ كانت والدة هناء قد تزوجت من زوجها وهي في سن 35، وقد ولدت هناء بصعوبة وأصيبت باختلاطات اضطر فيها الأطباء لإجراء عملية إزالة الرحم، أي أن هناء كانت وحيدة أبويها. وماذا حدث بعد ذلك؟ توسل الأب للرجل أن يترك له المنزل، ولكن الرجل أصر على الإخلاء، وكانت هناء كانت هي الصفقة. كانت فتاة صغيرة في 16 من عمرها. اتفق والدها أخيرا أن يزوجها من الرجل الكهل مقابل أن يترك له البيت ويفك الرهن. يا لها من مسكينة. نعم فعلا مسكينة، تستحق الرثاء والشفقة. فالرجل كان مريضا. وماذا فعلت بعد ذلك؟ بعد أن شرحت والدتها لي الموضوع أسقط في يدي ولم أدري ماذا أفعل، وقد تعهدت للشابة الصغيرة أن أعالج لها المشكلة. كان الوقت قد تأخر، وقد خفت أن تقلق أمي على تأخري، فطلبت من العجوز أن تجمعني بالرجل في اليوم التالي عند الظهيرة، ووعدت العجوز أن تفعل ذلك. وقابلته؟ يا حسن، لن أنسى تلك المقابلة ما حييت. إحدى قريباتنا يا بت. أهلا وسهلا. الله معك يا ابنتي، إن شاء الله سأتمكن من إقناعي. نعم يا صغيرة، ماذا تريدين مني؟ إذن أنا صغيرة بالنسبة لك. نعم أقر بذلك، ولكن هناء في سن مقارب لسني. ماذا تعني؟ أعني هي صغيرة عليك يا أستاذ بدر. اسمعي أيتها الفتاة، صحيح أنني كبير في السن قليلا، ولكن هذه هي فرصة عمري ولن أتركها تضيع مني. لم أحلم أن أتزوج فتاة في مثل نظارة هناء. إنك تكبرها بأكثر من 35 عاما. لا يهم، أنا أشتريها بثمن كبير. ولكن ما استدانه والدها منك لا يقارب ثمن البيت. أستطيع أن أخذ البيت مقابل ذلك المبلغ، إنه حقي. أرجوك يا أستاذ بدر، حاول أن تمهل الأمة المسكينة، قد تستطيع أن تدبر لك المبلغ. ومن أين؟ إنهم بالكاد يتناولون طعامهم.
ارحم ذلهم وفقرهم ولا تستغل هذه النقطة أرجوك. أنا آسف يا نساء، لقد اتخذت قراري ولن أتراجع عن الزواج بالفتاة، إنها ملك الآن. يا إلهي، يا إلهي، لم أرى إنسانا بهذه النذالة. ليتني أموت. إنه غني يا أمي، ستنسيك ثروته فارق السن، أرجوك يا ابنتي. وعدتني يا هيفاء، تذكري ذلك. آه يا عزيزتي، ليتني أستطيع أن أفعل شيئا، ولكن حاولي يا خالة أن تؤجلي الزواج ليومين آخرين، وسأعرض القضية على والدي. على والدي؟ قد يساعدنا، إنه يرفض مثل هذه الزيجات وسيبذل أقصى ما يستطيع، أنا متأكدة. سأحاول، ولكن بدر رجل عنيد. أرجوك يا خالة، سأحكي لأبي هذا المساء كل شيء. أخبرت والدي فعلا؟ نعم، وقد رافقني والدي إلى العجوز، وحين وصلنا كانت موسيقى الفرح تصدح في كل مكان، وقد حزن والدي كثيرا. وعدتني يا خالة، لم أستطع أن أفعل شيئا يا ابنتي، صدقيني. نحن في القرن العشرين يا أم هناء، أيمكن أن تباع ابنتك هكذا؟ وماذا أستطيع أن أفعل؟ قلبي يتقطع، أين سنذهب؟ أين سنعيش إن أخذوا منا البيت؟ وأنت كيف تفعل بابنتك هكذا؟ وماذا أستطيع أن أفعل؟ بدر صديق طيب، ثم لماذا هذا العناد من الفتاة؟ إنه غني، سيوزنها بالمال. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنه ليس في وعيه. هل أصب لك كأسا؟ لا لا لا، شكرا. إنه عرس ابنتي، لقد أحضر لي بدر هذا الويسكي المعتق. هل تجرب؟ لا لا أرجوك، إنه يعيش دون وعي ولا يعرف ما يفعل. بصحتك يا هناء، يا أحلى عروس. بصحتك يا بدر. هيا يا هيفاء، هيا يا ابنتي، سأسلم على هناء وألحق بك. Thank you.
قلبي عندك يا عزيزتي. لم أعد أشعر بشيء، أنا بلا حس يا هيفاء، بلا حس أبدا. لا تبكي أرجوك. لماذا جئت لإزعاجنا أيتها الفتاة؟ جئت أسلم على العروس. بل جئت لتعاسيها. ابتعدي من هنا قبل أن أمرهم بإبعادك بالقوة. طيب طيب، لماذا لم تؤجل والدتك الزواج؟ لماذا؟ أصر على العرس وعدم التأجيل. لا تقلق يا هيفا، هيا نرقص يا بدر. هيا هيا يا عروستي الجميلة، هيا هيا. مسكينة يا هناء، فعلا إنها كالطير الذي يرقص مذبوحا من الألم. وماذا حدث بعد ذلك؟ تزوجت هناء، وكان زوجها مريضاً بجملة من الأمراض الوراثية، إضافة لمرض آخر سبب التعاسة للفتاة الصغيرة. وما هو؟ كان سادياً بطريقة فظيعة، اغتصبها في ليلة عرسها وانهال عليها بالصوت حتى فقدت الوعي. مسكينة، مسكينة هناء. ولم تصمت طويلا، فبعد أيام زارتها والدتها وفوجئت بها تكاد تموت من الآياء والتعب، وجسدها ملطخ بالدم. وفي غفلة عن زوجها أخذتها للمشفى، وعرفت بحالتها فزرتها. ما بها يا دكتور؟ تبدو في حالة سيئة. أي تعذيب مخيف تعرضت له. جسمها مغطى بالجروح، وهناك نزيف مستمر أسفل البطن، وقد التقطت فيروس مرض. أعتقد أنه سيصيبها بالشلل. ماذا تفعل؟ أليس من علاج لحالتها؟ نحن نبذل ما في وسعنا لإنقاذها. أحضرت الحقنة يا دكتور. أفرغيها في المصل المعلق. سأفعل، ما زالت فاقدة الوعي، كأنها في غيبوبة. أنا سبب كل بلائك يا حبيبتي. خففي عنك يا خالة، إنه قدرها. ذلك الرجل اللعين، ليت الأرض تنشق وتبتلعه، ليته يموت. تبدو مأساة حقيقية. وماذا حدث بعد ذلك؟ عرف بدر أن هناء في المشفى، فأتى يرغي ويزبد. أبلغت به الوقاحة أن يلحق بها غاضبا؟ نعم، وطلب نقلها إلى مشفى خاص، وحين رآني قربها نظر إلي بحقد لدرجة أني خفت أن يعرضني للأذى. وماذا حدث؟ لماذا لم تتصلي بوالدي؟ وماذا كان باستطاعة والدي أن يفعل يا حسن؟ بدر الآن زوجها أمام القانون. ولكن القانون يمنعه من الإساءة إليها وتعذيبها هكذا. هذا يستدعي رفع دعوى، قد تطول وتموت المسكينة وهي تنتظر الفرج. يا حسن. معك حق. وماذا حدث بعد ذلك؟ كان يجب أن أفكر بسرعة قبل أن تقع من جديد تحت سيطرة بدر، فقمت بعمل جريء. ساعدني به الطبيب بعد أن شرحت له كل شيء.
رجل بلا قلب. هل يمكن أن نعيدها إليه وهي على هذه الدرجة من الضعف؟ يقول إنه سينقلها لمستشفى خاص. لا أصدق يا دكتور أنه يحمل لها شيئا من الشفقة، إنه مريض، مريض فعلا. معك حق، وماذا نستطيع أن نفعل إذن؟ سأهربها من المستشفى وأنقلها إلى مكان آخر. ولكنها تحتاج لرعاية طبية. لا تقلق، لن أبخل عليها بالرعاية الطبية. سأساعدك إذن. كان الله في عونك. أين هو الآن؟ إنه يغازل الممرضة المناوبة، يجب أن تسرعي، لا وقت لدينا. وماذا سيكون موقفك أنت؟ لا تقلقي، أعرف كيف أخلص نفسي. هيا، ليكن الله في عونك. وماذا حدث يا عيفاء؟ يا إلهي، كم عانيت أيتها المسكينة. تمكنت من تهريبها أنا وأمها، وكانت أنا متعبة لدرجة كبيرة ولم تكن تستطيع المشي. ساعدنا الطبيب حتى خرجنا من المشفى. أقلتني سيارة أجرة، اتجهت بي صوب البيت حيث استأذنتهما للحظات، ودخلت أطلب العون من أبي، وعندها قال لي: أحسنت صنعا يا ابنتي، سأضعها في مشفى خاص يملكه صديقي الدكتور مختار. هيا يا ابنتي، لا وقت لدينا. أما زالت نائمة؟ يا كبدي عليها، منذ أن تحركت بنا السيارة غفت. إنها ضعيفة خائرة القوة. متأكد يا سيدي أن بدر لن يستطيع الوصول إليها. لا تقلقي يا خالة. لا تقلقي، الدكتور مختار صديق قديم ويحفظ السر، سنغير لها اسمها. على بركة الله، ما زال هناك متسع للخير في هذا العالم. حالتها صعبة يا أبا الحسن. أعرف ذلك، وأرجو أن تحاول ما استطعت لإنقاذها يا دكتور مختار. سأحاول. اسمع يا سيد علي. نعم يا دكتور. خذ اسم المريضة وضعها في الغرفة 401، ولا تسمح لأحد بزيارتها، أنت مكلف بالعناية بها. ما اسم الممرضة المناوبة اليوم؟ إنها سهام يا دكتور. عندما تحضر سهام أبلغها أنني أريدها في مكتبي. سأفعل يا دكتور. كما قلت لك، لا تسمح لأحد بزيارتها، فقط هذا الرجل وهذه الفتاة. وإن حدث شيء أخبرني فورا وفي أي وقت، لا يهم، سأبلغ سهام بذلك. سأفعل يا دكتور، لا تقلق، لا تقلق. وماذا حدث بعد؟ وكيف لم أعرف بكل هذا يا هيفاء؟ كيف أخفيت عنا أنت ووالدي كل هذا؟ حسن، لا تقاطعني تأخر الوقت. أكملي يا أختي. شيئا فشيئا بدأت صحة هناء تتحسن، وبدأت تسترد وعيها بالتدريج، ولكن الشلل بدأ يتسلل إلى رجليها. كانت ترى الكوابيس المرعبة وتتخيل بدر وهو يدخل إليها وبيده الصوت. وفي أحد الأيام وكنت أهم بدخول المشفى،
تقف أمام باب المشفى. مستحيل. أهلا بك يا آنسة. كنت متأكدا أنها ستكون هنا. ماذا تقول؟ عن ماذا تتحدث؟ عن هناء. إنها هنا. على كل حال لن أرحمك أيتها الفتاة. ماذا تريد؟ اتركني يا أبا ماجد. يا أبا ماجد. ومن هذا أبو ماجد؟ نعم يا أنسة هيفاء، هذا الرجل يضايقني، يطلب الشرطة. لا بأس، اطلب الشرطة يا أبا ماجد، سأقدم بلاغا بك، أنت هربت زوجتي. ابتعد ابتعد يا أستاذ، اترك الآنسة وشأنها. ابتعد. اطلب الشرطة، لن أتركها وشأنها. سأطلب الشرطة، ولكن قبل ذلك سأؤدبك. ماذا تقول يا أغد؟ أتؤدبني أنت؟ ألا تعلم من أنا؟ أنت رجل لا يستحي من شيبته، يعاكس فتاة في سن حفيدته. فعلا إنك وقح. ابتعد من هنا، قلت لك ابتعد. ستبتعد. سأستغل الفرصة وأسعى لتهريب هناء. إنها مع أمها. أين؟ يجب أن أراها. في نهاية الرواق، لا تخافي، إنها تتمرن على العكازين، إحدى الرجلين أصبحت مشلولة تماما. يا إله. والأخرى تمكننا من إيقاف الشلل بالعلاج الفيزيائي، ولكنها ما زالت ضعيفة. يجب أن أراها، عن إذنك. كاد يغمى عليها من الخوف، فاستأذنت الممرضة وساعدت ابنتها في السير على عكازين، وهبطت بالمصعد إلى القبو حيث اختبأت لبعض الوقت قبل أن تسنح لها الفرصة لتهريب هناء. إلى أين؟ إلى تلك المغارة في الغابة؟ المسكينة لم يكن أمامها البديل، تعذبت كثيرا حتى وصلت إلى هناك مع قدوم الليل، قد أغمي على هناء عند وصولها. فقدت أمها ليلة ليلاء، لم يغمض لها جفن من الخوف وسط برية مقطوعة. وفي الصباح الباكر قرعت بابنا وطلبت رؤيتي وقصت علي كل شيء. وأخذت تترددين عليها؟ أحضرت لها بعض الأغراض، وساعدني والدي في ذلك، كنت أزورها بحرص شديد، فما زال بدر يفتش عنها. يا إلهي، كم أنت عظيمة يا هيفاء. أرأيت يا حسن، لم تكن قصة عشق يا أخي الصغير، مسكينة هنا. وأخذ حسن يساعد أخته في المجيء والرواح بحذر شديد في الطريق، خوفا من ظهور بدر الذي رآه عدة مرات يقف أمام باب البيت ينتظر خروج هيفاء. وفي أحد الأيام طرق الباب بشدة ففتحه الأب. لدينا أمر بتفتيش المنزل. ها؟ خير، هيا ادخلوا هيا. يتهمك هذا الرجل بإخفاء زوجته. هذا الرجل؟ إنه مجنون. تفضل فتش البيت جيدا وقم بواجبك. هيا فتشوا المنزل، هيا هيا تحركوا. فتشوا جيدا، ربما كانت تختبئ في زاوية ما. ألا تشعر بالخجل يا رجل؟ أنتم من سبب خراب بيتي، أنت بالذات وابنتك الوقحة. ألا تسمع أيها الشرطي بماذا يخرف هذا الرجل؟ احفظ لسانك أيها الرجل،
لم ينتهي التفتيش بعد. لم نعثر على شيء يا سيدي. فتشهم كل سوارة، كل سوارة. اهدأ اهدأ، نحن نعرف عملنا جيدا. فتشنا البيت زاوية زاوية. حتى في قبو المؤونة أنا فتحت لهم الباب. يا إلهي، كم هو وقت هذا الرجل. أسفونا يا سيدي. أتمنى أن تبينوا ذلك في الضبط، كان البلاغ كاذبا. لقد أخفوا زوجتي في مكان الماء، أنا متأكد. أخفوا زوجتي في مكان الماء. هيا يا سيدي. أنا متأكد. لا داعي للصراخ. هيا، يجب أن يراك رئيس القسم. وازدادت حالة هناء سوءا، كما ازداد ضغط والد هيفاء في شرح حالتها الغريبة وسط مطاردة زوجها المتوحش. وحين رضخ الرأي العام للضغوط وحضرت سيارة الإسعاف إلى مدخل الكهف مع لفيف من رجال شرطة، كانت هناء تحتضر وسط نحيب أمها المفجوع. وقد سيق زوجها للتحقيق معه، وبعد أن شرحت جثتها عرف الأطباء أنواع الأمراض التي انتقلت إليها عن طريق زوجها، ولكن ثراء الزوج وغناه الفاحش أبعد عنه الأذى وخرج سالما بعد أن برأته المحكمة. وقد دفع مالا كثيرا لذلك، أما الأم المسكينة فما زالت تعيش شبه ذاهلة في البيت العتيق الذي دفع ثمنه حياة ابنتها. أما زوجها فيمكن مشاهدته يتسكع في شوارع العاصمة وهو يتمايل مترنحا من الخمر الرخيص الذي يشربه. وانتقل بدر إلى أوروبا عام 2002. أما هيفاء فاحترفت الأدب ونشرت كثيرا من القصص في الصحافة المحلية والعربية، ولم تنس صورة تلك الفتاة المذعورة التي تجري خائفة وسط جو عاصف ممطر. نلتقي في الحلقة المقبلة مع ظاهرة مدهشة جديدة. إلى اللقاء. انكسار القلوب الحزينة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة، وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي.